25 كلمة في القرآن يفهمها الناس خطأ. الآية 37 من سورة لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا ليس معناها ألا تمشي في الأرض فرحا وسرورا، ولكن معناها ألا تمشي في الأرض متكبرا. الآية 96 من سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. ليس معنى ينسلون من النسل وهو التكاثر، ولكن المعنى الصحيح أنها يسرعون. الآية 33 من سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يفهم الكثيرون أن معنى جملة واحدة هي عبارة واحدة، ولكن معناها دفعة واحدة. الآية 225 من سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم من كل واد يهيمون في كل واد يهيمون. ليس المعنى هنا الأودية المعروفة، ولكن تعني أنهم يخوضون في كل فن من الكلام، فتارة يسبون شخصا وتارة يمدحون آخر. الآية 207 من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يفهم الناس لفظ يشري بأنه يشتري، ولكن الحقيقة أن معناه يبيع. الآية 92 من سورة الأعراف: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ليس المعنى من يغنوا فيها أن يصبحوا أغنياء، ولكن المعنى الصحيح هو لم يقيموا ولم يعيشوا فيها. الآية 9 من سورة يوسف: اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ليس معنى اطرحوه أن توقعوه أرضا، ولكن المعنى أن تبعدوه وتلقوه في أرض بعيدة. الآية 19 من سورة لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ليس معنى القصد في المشي تحديد اتجاهه، ولكن التوسط في المشي، أي لا يكون ببطء وليس بإسراع. الآية 49 من سورة النجم: وأنه هو رب الشعراء. يفهم الناس أن الشعر هي الشعر والشعراء، ولكنها تعني نجم في السماء كان يعبده بعض العرب اسمه شعراء. الآية 10 من سورة النمل: فلما رآها تهتز كأنها جان. لا تعني كلمة جان الجن، ولكن الجان هو نوع من الحيات يكون صغير وغير سام. الآية 14 من سورة الأعراف: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يفهم الناس من قائلون أنها يقولون، ولكن معناها الصحيح هي من القيلولة وتعني منتصف النهار. الآية 33 من سورة الزخرف: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يفهم الكثيرون سخريا بأنها السخرية، ولكن المعنى هنا التسخير، أي بعضهم مسخر لبعض. الآية 3 من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ليس المعنى من الجد هو أبو الأب أو الأم أو الجد بمعنى الهزل، ولكن جد ربنا أي تعالت عظمته وجلالته. الآية 176 من سورة الأعراف: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يفهم الناس من تحمل عليه أي تضع عليه الأحمال، ولكن المعنى هو أن تطرده وتزجره. الآية 58 من سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون.
فليس معنى يصدون أنها الصد والمنع، ولكن المعنى أنهم يضحكون ويضجون. الآية 26 من سورة الطور. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يفهم الناس أن مشفقين مشتقة من الشفقة والرحمة، ولكنها تعني خائفين من العذاب. الآية 24 من سورة الرحمن. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجواري هنا لا تعني جمع جارية، ولكنها تعني السفن التي تسير في الماء. أما الأعلام فيفهم الناس أنها أعلام البلاد وراياتها، ولكنها تعني الجبال. الآية 72 من سورة يوسف. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يفهم الناس من كلمة زعيم أنها القائد أو الرئيس، لكنها هنا تعني الضامن والكفيل. الآية 124 من سورة الأعراف. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ليس المعنى هنا القطع من الخلف، ولكن الصحيح هو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، والرجل اليمنى مع اليد اليسرى. الآية 5 من سورة الجمعة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يفهم الناس أن كلمة الأسفار ما يرتبط بالسفر والمتاع، ولكن الأسفار هي جمع سفر وهو الكتاب. الآية 130 من سورة الأعراف. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يفهم الناس السنين بأنها السنوات والأعوام، ولكنها القحط والجذوب. الآية 19 من سورة يوسف. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. ليس معنى كلمة سيارة وهي الآلة المعروفة التي نستخدمها في التنقل، ولكن معناها هو النفر من المارة المسافرين. الآية 90 من سورة النساء. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يفهم الناس من السلم أي السلام وإلقاء التحية، ولكن المعنى الصحيح هو الاستسلام والانقياد للأمر. الآية 27 من سورة الحج. وإذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليس معنى رجالا أي الذكور، ولكن المعنى الصحيح هو مشاة، أي يأتي الناس مترجلين على أرجلهم.